السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء راح نتكلم عنه هو بخصوص لعبة هيلو اللي هي ماستر شيف كولكشن. نعرف إنه اللعبة مرة كانت جايبة العيد وكذا، فمايكروسوفت يقولوا لك واستديوهات اللي هي 343 عشان يعوضون اللاعبين اللي تأذوا من هذا الموضوع، إنهم راح يوفرون لهم طور القصة للعبة هيلو 3 ODST مجانا. الكلام كان إنه راح يتوفر هذا الشيء خلال يومين الجاي، أتوقع المفروض بكرة أو بعد المفروض هذا المحتوى ينزل لهم مجانا زي ما قلنا، لكن يقول لهم الموضوع ظاهر راح يتاخر شوي، راح ياجلونه شوي، انه صارت لهم شويه مشاكل، يعني حتى المحتوى الزياده هذا برضه فيه شويه مشاكل، لكن عموما يلا ما عليه عوافي، اهم شيء انه راح يجيهم تعويض للشباب اللي تضرروا، ويقولوا لك ان حجم الاضافه هذه 8 جيجا، 31 من هذا الشهر، وفي البحرين راح يكون حدث بان عرب من مايكروسوفت. الفكره من هذا الحدث انه راح نشوف عدد كبير من الطلاب اللي راح يقدمون عدد كبير من الافكار اللي نقدر احنا يعني نستفيد منها ان شاء الله، وانها تكون يعني ملهمه لنا بصراحه. فالشباب راح يكونون هناك ان شاء الله، راح يغطون ان شاء الله الحدث هذا، فيصير كمان تابعوا حسابات ايماجن كاب عشان تشوفون وش جالس يصير هناك. الايفنت مدته 3 ايام، وغير كذا في 7 يونيو راح يكون الاعلان النهائي للنتائج الايماجن كاب للصغار اللي هم اعمارهم تقريبا، خلينا نقول المدارس عشان نكون يعني عشان ما اقول صغار ويزعلون بعضهم، هي اللي اعمارهم من 9 سنوات الى 18 سنه، فكمان راح يكون في افكار حلوه، وكمان هم يعتمدون على برامج تساعدهم انهم يطورون تطبيقات بدون ما يكون عندهم خبره، يعني الموضوع راح يكون بسيط جدا عليهم، فتابعوهم وان شاء الله يمكن في كثيرين منكم يعني يتشجعون اذا شافوا الافكار الجميله اللي جالسه تصير هنا، وكيف ان في شباب كثير يعني قدروا يبدعون. لعبه Among the Sleep، هذه اللعبه تكلمنا عنها كثير، هي لعبه مطور مستقل سويدي. اللعبه كانت متوفره على الحاسب الشخصي من خلال خدمه ستيم، نزلت السنه اللي راحت تقريبا، واعلن راح يكون في نسخه للبلاي ستيشن 4، سمعنا هذا الكلام كثير، وان شاء الله انها جايه الان. تم تاكيد كمان انها راح تكون متوفره بعد لجهاز الاكس بوكس 1، كمان فرصه حلوه ان كل اللاعبين يقدرون يجربون اللعبه هذه. فكرتها طفل عمره سنتين ولعبه رعب من منظور هذا الطفل اللي عمره سنتين، انتم جالسين تشوفون لها فيديوهات كذا، واكيد يمكن خلال حلقات سابقه قد سمعتوا عنها، تكلمنا عنها من كذا، ويمكن من اصحابكم كذا، فاعطونا في التعليقات كمان رايكم عنها في حال انكم لعبتوها على ستيم. تويتش يتكلمون الحين ويقولون ايش؟ يقولون لك انهم راح يمنعون البث المباشر للالعاب اللي التصنيف حقها ادولتس اونلي او للكبار فقط، يعني يتكلم هنا على الاشياء اللي مره 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 يعني فيها بلاوي، ما راح تقدر تسوي لها ستريمينج من خلال خدمه تويتش. هذا شيء منطقي تقريبا، لانه ايش؟ تقريبا معظم اللاعبين اللي يتابعون خدمه تويتش هم صغار، يعني اقل من انهم فقط للكبار، عرفتوا؟ فغالبا يعني حتى قائمه الالعاب اللي عارضينها اللي هي فقط للكبار تضم العاب نعرفها مثل فهرنهايت، مثل اللي هي ديجو بروفيسي، في كمان جراند ثيفت اوتو، سان اندرياس، وكذا لعبه ثانيه، واتوقع القائمه كمان راح تكبر مع الايام كذا، لان في احيانا العاب بيتغير التصنيف حقها بعد فتره. فما راح نخوض هذا الموضوع كثير، انتم اعطونا رايكم، اذا انتم متابعين تويتش هل تشوفون القرار هذا راح ياثر على متابعتك لهذه الخدمه او للاعبين اللي يستخدمون هذه الخدمه ولا لا؟ رئيس اوكلس ريفت اللي هي الان صارت مملوكه من قبل فيسبوك تكلم من خلال مؤتمر خاص للناس اللي عندهم كذا يحبون الاشياء هذه التقنيه وكذا، قال بشكل مختصر انه هو ما حدد كم سعر الاوكلس ريفت للسوق للمستخدمين المستهلكين العاديين زينا كذا، لكن يقول ايش؟ يقول اذا انت ما عندك بي سي وتبغى تسوي بي سي وتاخذ مع اوكلس ريفت، المفروض ان قيمه الجهاز يعني مع الخوذه راح يكون تقريبا 1500 دولار، يعني تتكلم تقريبا عن 5500-6000 ريال، يعني هذه الحدود كذا. فما ادري انا شخصيا اشوف ان هذا مو جواب كفايه بالنسبه لي، انا ابغى تعطني سعره هي كم بالضبط، لان البي سي يعني انا نقدر نسوي بي سي ب 3000، اقدر اسوي بي سي ب 10000 يعني على حسب، لكن انه اوكي يعني هو كلام انه راح يكون يعني شيء مو غالي يعني، ويقول ان خلال السنوات الجايه او بعدها بفتره بسيطه انك تاخذ الاوكلس ريفت مع حاسب شخصي يمكن الموضوع ما يكلفك حتى 1000 دولار، 1000 دولار يعني 4000 ريال الا كذا حبتين. فمبدئيا ايش رايكم في الكلام اللي قاله والسعر؟ هل تشوفونه منطقي اذا انت ما عندك بي سي بتاخذ بي سي مع الخوذه؟ في مطورين سابقين للعبه ديد سبيس، لعبه الرعب اللي اكيد نعرفها من الجيل الماضي، نزل منها 3 اجزاء، ونعرف كمان نفس الفريق هذا مجموعه منهم كمان يعني كان في ناس منهم طوروا لعبه اللي هي بايو شوك، سووا لعبة رعب فريقين مع بعض، فطلعوا لنا بشيء جدا جميل تلعب فيه بنت، والفكرة ان البنت هذه عمية، فانت تحاول في هذه اللعبة انك تركز على الاشياء اللي حولك وكذا. فدائما نقول دائما المطورين زي كذا يطلعون كذا ويطلعون بافكار العاب حلوة، خصوصا في مجال الرعب الفترة الاخيرة شفنا افكار كثير حلوة، وهذه صراحة فكرة شوية حلوة. اللعبة اسمها نسيت اسمها، اللعبة اسمها ايش؟ بيرسبشن. فشايفين الفيديو كمان تحصلون الرابط حقه تحت، وكل التفاصيل ان شاء الله تحتاجون تحصلونها في اللينك الموجود تحت، فاعطونا رايكم مبدئيا على اللي شفتوه. أخذت
ما خدمت حلقة. يعطيكم العافية على المتابعة، ان شاء الله يكون كفيت ووفيت. لا تنسوا تعطونا لايك سبسكرايب، وكمان اشتركوا اذا انتم مشتركين. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.